بحضور شخصيات سياسية واجتماعية وثقافية، أقام اتحاد الكتاب العرب حفل تأبين وندوة نقدية للشاعر الكبير فايز خضور في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. الأثر الذي تركه الشاعر الكبير فايز خضور هو أثر كبير في الثقافة السورية خصوصا والعربية عموما، ذلك أن فايز خضور كان يمتلك نصا مثقفا بكل ما للكلمة من معنى. فايز خضور كان مثقفا ليس كغيره من المثقفين، وإنما كان مثقفا عميقا، كان منحازا إلى الإنسانية، كان منحازا إلى قضايا الإنسان ومعاناته، وقبل هذا وذاك كان منحازا إلى الوطن. من هنا تأتي أهمية الحديث عن فايز خضور وعن أدب فايز خضور وعن النتاج الذي تركه فايز خضور في المشهد الثقافي والإبداعي السوري خصوصا والعربي عموما. هو شخص متواضع، هو شخص شفاف، هو شخص ملتصق بهموم الناس وقضاياهم، وقدم إنتاجا إبداعيا على مدى هذه العقود الطويلة التي عاشها، ترك أثرا على الأجيال التي تعلمت منه واستفادت منه ولمت عقوله وهواياته ومواهبه من إبداعات فايز خضور. لذلك هذا التكريم هو تكريم لكل المبدعين، لكل الذين أعطوا الوطن وقدموا للوطن وظلوا قامات شامخة في الوطن من أجل أن يبقى الوطن عزيزا وكريما. بيني وبين فايز خضور جرح اللقاء هو الأكبر، وجرح المودات أيضا هو، والأجمل أجمل في المجانين الشعر، وهذا الصديق الذي وحد بيني وبين روح فايز خضور. يعني بدأت قبل الملحق الثورة الثقافي الذي عشنا وإياه 10 سنوات تقريبا، كانت زاويته مصادفات إلى يسار زاوية الكلمة الأولى في الملحق. كان يأتي كل أحد إلى جريدة الثورة حاملا زاويته الجديدة، ويأخذ العدد، يطبع العدد، وكنا نطبع أعدادا كثيرة آنذاك. كانت الصحافة توزع كثيرا، لم تكن هناك أزمات في التوزيع أو في الورق. أيضا كنا 24 صفحة، 16 أبيض أسود و8 ملون. كانت زاوية فايز خضور مصادفات يحملها ويؤرشف الزاوية القديمة، ونسعى في دروب دمشق، ودروب دمشق تشيل عن القلب هم الدروب، وكم تتوه الخطى ولا تتوب، وليس في وارد العيش والحب أن نتوب. تخلل الحفل كلمات للحضور عبروا فيها عن حبهم للشاعر فايز خضور وعن أهمية القصائد التي كان يقدمها، كما تم عرض فيلم تضمن محطات عن حياته. كان صادقا في تعامله مع القصيدة، القصيدة كانت تطرق بابه، لكنه كان مصرا على استقبالها وهي في أبهى حلة وأجمل ثياب، وإذا لم تكن كذلك اعتذر لها وقال لها سامحي أسو على استعداد لاستقبالك. وفي الوقت ذاته كان صادقا مع جمهوره الشعري، بمعنى أنه ترك لنا إرثا جميلا علينا أن نعود إليه بالدرس والتحصيل، وهذه ميزة العظماء، يقول الشاعر، ومزية العظماء أن حياتهم خصب وأن مماتهم إثمار، فعلينا أن نتذكر أن ذلك الإرث لن يكون محفوظا إلا بدرسه وإعطائه القيمة التي يستحق، وذلك بوجود أساتذة كبار يعرفون قدر شاعر كبير مثل الشاعر الراحل فايز خضور رحمه الله. كأن القصائد لما تزل في عناقيدها السنوات الأخيرات تسقط من شجر العمر، لما تزل جمرة مرة حجرة الأبجديات، لما تزل فائزا شاعرا في مهب الجهات، تعاند كل الرياح وتطلق مهرتك البكرة، تفتح في دولة الشعر ثورتك الساحرة. الحضور أكد أن الشاعر فايز من أعلام الثقافة، وستبقى روحه وأشعاره موجودة تتوارثها الأجيال القادمة.